في السعودية مشاهير السوشيال ميديا يمكن عادي يطلعون بدون يبينون شخصيتهم، صح، وينشهرون ويحصلون على متابعة كبيرة جدا. اي صحيح، هو في قبل يعني 2014 كانت السعودية تخاف انها تطلع اسمها او اسم عائلتها او قبيلتها، فشوي تكون متحفظة. اي فاحنا انا بصراحة بديت بحساب وهمي وعرفوني متابعيني مو بميك اب ارتست، لا بشخصية المرحة، يقولون ايه خفطينة وكوميدية، صح ما شاء الله، وانزل مواضيع وعرفتي تصير تحت البوست دردشة. بس كنت وجهها مو طالع، اي ما تطلعين لا لا لا، حتى مو حسابي هذا ميك اب ارتست، كان حسابي دودي اسمه بس دودي. يعرفون المتابعين الحين انك انت كنت الحساب القديم؟ اي اكيد القديمين اللي قبل 5 سنوات اكيد يعرفون. وايد تخيلي الوحده لما ما تطلع وياها ايش كثر تاخذ راحتها. مره اقول لك كان يعني لك الموضوع ان انت مو طالعه ويلا خلينا نضحك واسوي مره يعني، بس كان بحدود الادب والاحترام. صحيح. يعني اي 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 حتى كانوا في فنانات وفنانين يتابعوني، فحتى فايز المالكي كان يتابعني دودي ما يعرفوني بدور دودي، فايز المالكي يتابعك وما ادري ايش حلو، فكنت انبسط اني انا قاعده اجذب مو بس متابعين عاديين فنانين. بعدها عاد شو التكنيك شلون، احنا ودنا نعرف عن هذه البدايه، شو الطريقه اللي انت كنت تستخدمينها اللي يعني ما شاء الله تجذبهم؟ تشوفين عندك ما شاء الله عدد كبير من المتابعين رغم ان انت مو ظاهره للعلن يعني ونازله باسم يعني مستعار. شوف هو يعتمد على الفكاهه، يعني انا المس كذا جانب، جانب العاطفي، الجانب المضحك، النكته، موضوع مثلا دارج الحين اتكلم فيه يصير نقاش شباب بنات عادي كان، لانه يعني شخصيه مبهمه بالنسبه لهم يعني. ما كانوا يحنون عليك يزنون نبي نشوف شيء؟ كان بعدين انا انتقلت من هذا الحساب الى حساب ميك اب ارتست دودي. هنا لا، هنا قمت اطلع نفسي بدايه، لا ما كنت اطلع نفسي، بعدين شوي شوي كنت اعلمهم على الميك اب بالرسم العيون، عرفتي يعني بجميع الخطوات يعني بجميع الادوات اللي كنت استخدمها. فشوي مجرد شوي بس العين. اي بس العين. عادي يقولون